مرت أيام على تغيير سعر الدولار، بس الأزمة ما مرت. الحيرة بعد هي تعم الأسواق، والأسعار انضربت باثنين إذا مو أكثر، حتى المستورد منها. جشع بعض التجار والمعتاشين على الأزمات يكبر يوم بعد يوم بدون ما نشوف إجراء من مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية أو غيرها من الجهات المعنية أو أصحاب الشأن والاختصاص اللي المفروض هذا يومهم. الأمن الغذائي بالعراق مهدد، والناس قامت تعتقد أن وضع اليوم هو أحسن من باكر. ماكو أمل ولا ثقة بأي إجراء، وتجربتهم خلال السنوات المتعاقبة كانت خير برهان. أكو نواب باللجان المختصة بدأوا يحذرون من خطورة تعرض أكثر من نص سكان العراق إلى خطر انعدام الأمن الغذائي اللي بالأصل هو يهدد نصف العائلات العراقية. حسب إحصائيات الأمم المتحدة والحكومة وجت هاي الأزمة زادت الحمل تعلاوة. فوق هذا الضيم جت التدخلات الصحية، موجة الإغلاق الجديدة للمولات والمراكز التجارية، وقولة المثل اللي يقول محسين كنت بوحدة صرت باثنين، منا أزمة الأسعار ومنا أزمة الحظر. كل هذا وبعض المسؤولين ناسين الناس وقاموا يشتكون من قطع جزء من مخصصاتهم. يعني معقولة خايفين على وضعهم وما خايفين على الناس اللي معتمدة على البطاقة التموينية الله يرحمها، اللي ماتت وخلت عائلات وأرامل وأيتام سلعة يتاجر بيها اللي يسوى واللي ما يسوى.